زين عندنا هذا سلايد مال نوز اورجان نوز زين بالنسبه للدياجنوزز نيزل بولب اللي هو الانفلاميشن اوف ذا نوز اي بولب نيزل انفلاميشن عبود كافي لا تفلسف طبعا منها الصوره رايح مرات تشوفون صوتي صوت عبد الله يعني يتحملوا عبد الله على المودي انا يعني زين هنا عندنا شوف اول شيء هذا النوز اولا اي اساس على كيف بس هذا شيء طبعا شوفوا اول شيء الابيثيليا مالته طبعا النوز مرات اما يكون سكويموس سمبل سكويموس او مرات يكون سيدو ستراتيفايد سيليتد كولومنر يعني هي تعتمد على المكان مال النوز الماخذينه من عنده ابر اند لور اند لور زين فا اولا نعرفه من الابيثيليا مالته زين بس شوي اي هسه بس دقيقه اصبر ثاني شغله طبعا راح تشوف هاي الفراغات كلش هواي ذني كلهن انفلاماتوري اوكسيديت هم راح تشوف بي الانفلاماتوري سيلز وراح نشوف بي كونجستد بلاد فيزلز ونشوف بي جلاند هسه نسوي زوم لا واضحه زين هسه هاي هنا أنا اول شيء الابيثيليوم قلنا شنو قلنا الابيثيليوم عبود يعني سوي هاي فاين ادجستمنت بسرعة صار الفيديو دقيقة وهذا زين خوش هسه هاي اول شيء الابيثيليوم مالته زين هسه نجي للشغلات المهمة اول شيء هاي الفراغات اللي تشوفها البيض ذني كلهن شنو انفلاماتوري اوكسيديت اوكي ذني النقاط اللي تشوفهن ذن كل الانفلاماتوري سيلز طبعا هذا اكيوت انفلاميشن فمينلي راح يكونون النيوتروفيل طبعا طبعا هنا يعني مو بس نيوتروفيل اكو ماكروفاج اوكي هو ما مطلوب بالامتحان تحدد هاي الخليه شنو نوعها بس انت تقول الانفلاماتوري سيل مينلي نيوتروفيل زين فقط شغله اللي هو قلنا اما نشوف بلاد فازل او نشوف جلاند هسه مثلا شلون الفرق مثلا هذا شنو هذا بلاد فازل بس خلينا هسه مثلا بلاد فازل بيريد بلاد سيلز خلينا نشوف واحد غيره بعد اوضح هسه مثلا هذا هذا الصغير هذا بلاد فازل شلون تعرفه بلاد فازل ان تشوف هاي النقاط الحمراء اللي بيها ان ار بي سي اوكي يعني هذا كونجستد بلاد فازل مو تقول بلاد فازل تسكت كونجستد بلاد فازل زي مثل هذا مثلا مثل هذا مرات تشوفه فارغ يعني شلون يعني نفس هذا مثلا تشوفه فارغ مثلا يعني شلون او هذا مثلا يكون يعني اكثر شيء يعني ريجولار وارينج وسيركلر هذا نقول عليه جلاند اوكي كيبويد الابيثيليوم اي كيبويد الابيثيليوم اي اسماء كداعي ندقق كلش لا تفلسف فالصو يعني هو هذا كل شيء فهذا نوز وانفلاميشن اوف ذا نوز الصور هذا هو كله تمام كلك عدل استني مجال هذا سوي زوم هنا اي هنا نفس الشيء قلنا المجال هاي جلانس اي هاي جلانس مثلا في ميزه ثانيه بالجلانس اي اذكر بالدكتوره ايمان علمتني عليها قالت شوف الابيثيليوم مالتها داركر ابيثيليوم داركر اي ابيثيليوم داركر بينها بيها ميوكس اي الله يحفظك الله يطول عمرك دكتوره ايمان